بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين. توقفنا آنفا عند تنشيط دفاعات النباتات وتقويتها قبل وصول الغزو، ويكون هذا التحذير عبر الجذور وكذلك كيماويا ينقل جوا، وهي الوسيلة الأكثر سرعة. أما الجذري فبطيء ولكنه فعال وعام على جميع الشبكة، فرائحة العشب المقصوص يثير الدفاعات، وعبق الزهور يثير فرمونات تجذب الحشرات وتعلن عن بداية التلقيح والتكاثر وتجديد النوى، والرائحة الطيبة للثمار الناضجة تدعو الجياع إليها لنطر البذور. ويمكن القول أن هذه الشبكة شبيهة بشبكة الأنترنت، وكما الحال لدينا مع الأنترنت في عدم تكافؤ توزيع الاتصال عبر نظام بيئي وبشكل متساوي، كذلك فإن الأشجار الأقدم والأكبر أكثر ارتباطا مثل بعض الخوادم على الانترنت البشري، وتسمى هذه الأشجار شديدة الارتباط بالأشجار المحورية أو الأهم. لديها شبكات جذرية ضخمة تستضيف عددا كبيرا ومتنوعا من الفطريات الجذرية، وهذا يسمح لها بالتفاعل مع الكثير من النباتات العديدة الأخرى. إنها تمارس السوق المتنوعة المفتوحة، أظهرت التجارب أنها تستطيع إرسال مركبات رعاية للأقارب على شكل إعانات حزم غذائية إضافية لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة، وهذا هو السبب في حصولها على لقب الأم. ويمكنها أيضا مساعدة الغابات في الانتقال خلال أوقات التغيير، وعند الإصابة أو الموت فإنها تطلق موجة من الكربون في الشبكة التي تغذي الجيل القادم من الأشجار، وكذا سيلا من المعلومات والحكمة التي ينبغي أن تورث للجيل القادم حتى لو كانوا من الأنواع المختلفة. سننتقل إلى عدم الكمال. قد يقع من بعض الأنواع من الأشجار المطالبة بحق غير شرعي لقطعة أرض والتأثير على حركية وديناميكية الأفراد أو مجتمعات الشجر أو النباتات عن طريق إرسال إشارات كيماوية سامة عبر الشبكة على سبيل المثال، بذلك تؤثر فيها. الذين لديهم مناعة ضد السموم يتجاوزون المرحلة ويزدهرون، بينما يكافح الآخرون ومنهم من يموت. كما يمكن لهجومات أخرى من الديدان الضارة والنباتات المتطفلة والفطريات أن تجد طريقها إلى المحاصيل التي تستهدفها من خلال استراتيجية تتبع المسارات الكيماوية المنبعثة. وهذا الأمر جانب مساعد في إنشاء دفاعات طبيعية لمحاصيلنا. لا بأس أن نعطي فكرة مبسطة لكيفية عمل هذا الأمر. عند تدخل نوع للمطالبة بحق الانضمام، في الحقيقة قد حدث وترى تغيير في حموضة التركيبة أو البنية الأولية للتربة بطريقة أو بأخرى توافق النوع المطالب. هذا يحدث كذلك في الزراعات الاستهلاكية التي نعتمدها. نتحدث هنا عن الأنظمة البيئية الكبيرة مثل الغابات، وقد يحدث في المحيطات والبحار. أما في مزروعاتنا فلا يحدث هذا الأمر، ولكم من تتصور الأضرار. لذلك يبقى الاعتماد على الأسمدة الكيماوية لتلبية حاجات المحاصيل من العناصر المغذية أمرا يجعلها تمرض بشكل دوري، ومرة أخرى لتتعافى يلزمها مبيدات كيماوية. هذا يؤثر على المحاصيل لمرتين، الأولى كأسمدة والثانية كمبيدات، وقد تنتقل بهذا إلى الإنسان ومعه إلى الحيوان. هذا التغيير في حموضة التربة لا بد لها من أن تجذب إليها الجذور المهتمة من الأشجار، وبذلك تربط هذه الأشجار الاتصال بشبكة الميسيليوم وتبدأ بالتواصل وتبادل المعلومات والعناصر الغذائية. وهكذا يسري حق المطالبة ببقعة أرضية من شجرة، وقد يتم قبوله ولا، وهو من تخصص أشجار أطلقنا عليها في السابق اسم الأشجار المركزية أو الأشجار الأم. وهذا يفسر انتقال بعض الغابات من صنف إلى آخر،
ويفسر انهيار غابات بكاملها في وقت وجيز جدا لتقوم على أنقاض هذه الأخشاب المحررة لكميات هائلة من الكربون غابات أخرى من صنف جديد. هذه الأشجار الأم التي نمت وتمكنت بطولها من الوصول إلى أقصى قدر من الضوء تستطيع أن ترتبط بعدد هائل من الأشجار، تنشر جذورها إلى أوسع وأبعد نقطة لتمتص المياه الموجودة، وقد تصل إلى الفرشات القريبة للسطح. وهنا يطرح سؤال: هل تستطيع هذه الأشجار مشاركة المواد والأغذية مع الأصناف الأخرى التي لا تنتمي إليها؟ سيجبر الباحثون على إقامة تجارب. سنعتمد الرسومات مرة أخرى لنفهم الكيفية. الفكرة بسيطة: لدينا أنواع تتعايش في الغابات مثل أشجار البتول، أشجار الأرض، وكذا أشجار التنوم، وفي بعض الأحيان تتنافس على المجال أو الفضاء. زرعت هذه الأصناف الثلاث مرة أخرى، وسمت شجرة البتول بالنظائر المشعة للكربون، وكذا شجرة التنوب بنظائر الكربون 13. بهذه الطريقة لا نستطيع معرفة ما إذا كان الكربون ينتقل من خشب البتول إلى التنوب فحسب، بل يمكنها أيضا معرفة ما إذا كان ينتقل من التنوب إلى خشب البتول. أما شجرة الأرض فكانت في عالمها الخاص خارج هذا كله، ولم يكون أي شبكة جذرية مع شجرة التنوب أو شجرة البتول. وكان السبب بسيطا، وهو أنه يشكل شبكة جذرية شريانية وليس جذريا خارجيا مثل الجذور الأخرى. إذن لدينا كمعطيات: لم تكتسب جذور شجرة الأرض أي من السكريات المخبرية التي تم إنشاؤها من شجرة التنوب أو شجرة البتول. هذا يعني أنها لم تتسرب عبر التربة وليس من خلال الشبكة الفطرية. ستغطى شجرة التنوب بخيمة تظلل عليها لتقليل كمية الضوء وإنتاج السكريات. إذا تم ربط الشجرتين بعضهما ببعض في شبكة، فيجب أن يتدفق فائض سكريات تمثيل الضوء من البتول إلى جذور التنوب. وما وجد هو أن أشجار التنوب والبتول كانا في محادثة ثنائية حية في كلا الاتجاهين. في الواقع كلما كانت شجرة التنوب مغطاة أكثر يزيد تدفق الكربون الذي تتلقاه من شجرة البتول. أما الأرض فلم يتلقها أي من النظائر. أظهرت تجارب إضافية أن هذين النوعين قادرين أيضا على مشاركة كل العناصر تقريبا في كلا الاتجاهين حسب المواسم والظروف التي يتواجدان بها، وكذا حسب نظام التغذية وخصوبة التربة ورذاءتها. ودائما ما تجدان بديلا تساعد كل منهما الأخرى عند الحاجة، ويسمح هذا لبقائها بصحة جيدة. لا يتوقف الأمر هنا. لوحظ أن الإشارات الكيميائية التي تنتجها الأشجار عند تعرضها للإتلاف من مسببات الأمراض أو الحشرات الشرهة أو النشاطات البشرية تثير اضطرابات كيماوية. سنرى تجربة على محصول للطماطم. ربطت كل النباتات بشبكة جذرية شجرية. أطلقت حشرات تأكل أوراق الطماطم مباشرة كردة فعل. قام الجيران من الشجيرات السليمة بتنشيط 4 جينات مسؤولة بالدفاعات في غضون 6 ساعات، وقد تلقت إنذارا بأن المشاكل في الطريق. وهذه الأمور ستشجعنا على نهج أساليب أكثر شمولية واستدامة من إزالة الأشجار واستعمال المبيدات العشبية، واعتماد أساليب أقل كلفة وعملية أكثر. بعد تحليل الحمض النووي لشبكة الفطريات ضمن رقعة من الغابات، رسم الباحثون شكلا تمثيليا يقرب فهمنا لما عليه في الواقع. خريطة مكونة من روابط وعقد. العقد تمثل الأشجار، بينما الخطوط هي روابط وطرق سريعة لتواصل الفطر. العقد الداكنة والمزدحمة أكثر انشغالا، وقد سميناها أشجارا مركزية يقع على عاتقها تدبير الأمور.
النقاط الصغيرة باللون الأزرق هي شتلات غرست داخل الشبكة للأشجار الأم القديمة، وهي تنمو تحت ظلال الغابة، وهذه فرصتها، لأن الاهتمام منصب عليها وفرصة نجاتها مضاعفة 4 مرات، فهي تتلقى دفعات من الكربون وتزيد من كميته في كل مرة يقع الظل عليها. شجرة الأم الواحدة مرتبطة بمئات من الأشجار الأخرى، وعند إزالة أحد الأشجار المركزية سيتسبب ذلك في فقدان اتصالات أكثر من لو أنه قطعت أشجار أصغر وبشكل عشوائي. سنعود من حيث بدأنا. الغابات ليست مجرد مجموعات من الأشجار، إنها أنظمة متقدمة من محاور وشبكات تجمع الأشجار وتسمح لها بالتواصل وتوفر حلولا وردود أفعال مرنة بوجود هذه الأشجار المحورية والروابط من شبكة الجذور وشبكة الفطر وفطريات الفطريات التكافلية يجعلها وحدة متكاملة. لكن في نفس الوقت هو نظام حساس لا يتحمل العبث، يمكن إزالة البعض منها لكن بالقدر الضئيل، فالأشجار المركزية بمثابة أوتاد. إن انهار النظام برمته واختل ويبدأ التشويش وفرصة الاستغلال والهجوم من الأمراض والحشرات المتربصة. في الختام نأتي على بعض الاقتراحات التي سنعتمدها في نظمنا. يجب اعتماد الأشجار المحلية الغير المهجنة الحاملة لصفات ومورثات وجراثيم تلوث وتقضي على بنية التربة وغرسها بالقرب من نقاط المياه وعلى طول الأنهار. التقليل من تخريب التربة بالحرث المتكرر والعميق الذي يفك ارتباط الأشجار والشبكات الفطرية. الاحتفاظ بالمنتوجات داخل نطاقها، بمعنى لا يجوز جلب أشجار مستهلكة للمياه وغرسها بمناطق جافة أو شبه جافة، وبذلك تستنزف الفرصة المائية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.